أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام، أهلا بكم معنا في حصاد الرياضية. والليلة نتحدث رياضيا ما بين المشاركة الأردنية والبعثة الأولمبية في الأولمبيات، وأيضا شؤون كرة القدم وشؤون الرياضة الأردنية بالشكل العام. ضيف الحصاد لهذه الليلة مشاهدينا الكرام الكابتن عصام سميري. يسعد مساك كابتن عصام. مساك حبيبي كابتن، نرحب فيك في بداية هذه الحلقة. أهلا وسهلا بالإنجاز لبطلنا الأردني في الملاكمة اللاعب زياد عشيش الذي حقق اليوم فوز مستحق وهام على بطل العالم الكازاخستاني بنتيجة 3-2 والتأهل للدور القادم دور 16 من المنافسات. هذا الفوز الذي جاء عن جدارة واستحقاق لبطل أردني حقق العديد من الإنجازات، حقق الكثير من الانتصارات زياد عشيش. ويوم الأمس افتتح أيضا في مجال الملاكمة عبادة الكسبي هذه المشاركة بفوز أيضا، واليوم عشيش وفي المشاركة الثانية له في الأولمبيات استطاع أن يعوض خسارته في نزالين سابقين أمام نفس اللاعب لكن فاز عليه اليوم وبنتيجة 3-2. الدور المقبل لزياد عشيش سيكون مع اللاعب الياباني أوكازو يوم الأربعاء المقبل. وكما ذكرنا كان عبادة الكسبي قد افتتح يوم الأمس السبت مشاركته بفوز على اللاعب الإيرلندي. هذه هي حصيلة المشاركة بالانتصارات، وأيضا عدد من اللاعبين ودع مبكرا الأولمبيات بالخسارة وبعدم تحقيق العلامة المطلوبة للاستمرار في المشاركة على صعيد الملاكمة. نأمل ونتطلع إن شاء الله لإنجاز جديد للرياضة الأردنية على صعيد الألعاب الفردية على صعيد الملاكمة، وما زال أمامنا العديد من الفرص إن شاء الله. وللحديث أكثر مشاهدينا الكرام عن فوز الملاكم الأردني زياد عشيش ينضم إلينا عبر الهاتف أيضا الكابتن واحد أبطالنا في الملاكمة الكابتن أيمن النادي. يسعد مساك كابتن أيمن. يسعد مساك حبيبي ليك، الله يرضى عليك حبيبي. كابتن، يعني هذا الفوز واليوم الملاكمة الأردنية في الأولمبياد تحقق الانتصارات بانتصار اليوم لزياد عشيش، وأيضا بالأمس كان عبادة الكسبي. طبعا بالتأكيد يعني أبطالنا يعني دائما احنا بنحكي أنهم من طين خاص وأنهم دائما يعني فرسان الرهان وأنه بتقدر تراهن عليهم، والحمد لله يعني بيضوا وجهنا مع أنه اليوم كانت المباراة يعني قوية، وإحنا حسب توقعاتنا لأنه خسرتين سابقات لزياد عشيش مع نفس البطل، فكنا متخوفين جدا من الخسارة، وكانت المباراة أيضا مش قليلة يعني كانت متقاربة وفيها تنافس كبير، فكنا حاطين إيدنا على قلبنا. ولكن طبعا زياد في الجولة الأخيرة يعني استطاع أنه أو تمكن أنه يقنع القضاء بحقيته هو بالفوز، والحمد لله أنه نال الفوز وصعد للمباراة القادمة مع الياباني أوزاكا، اللي أيضا سبق أيضا أنه لعب معه مرتين برضو، منها فاز في مباراة وخسر في مباراة أخرى، وكلا البطلين هم أبطال عالم يعني هو عم بواجه زياد أبطال عالم وعم بتفوق عليه، وسبق له كمان أن تفوق على بطل العالم الكوبي السابق أيضا في مبارتين في بطولة العالم وأيضا في البطولة الاحترافية اللي أقيمت في أبوظبي. نعم، ويستكمل كابتن أيمن غدا منتخبنا الوطني للملاكمة يوم غد الاثنين مشاركته في هذه الدورة، وكما تحدث زياد عشيش سيكون لقاء القادم في الدور المقبل مع اللاعب الياباني. نعم سيدي، يعني احنا زي ما قلت لك زياد هو يعني يمكن الاعتماد عليه دائما. نعم. وحقق مفاجآت كبيرة، يعني قلت لك سبقا فاز على بطل العالم. صحيح. السابق الكوبي جونزاليس، فاز عليه في بطولة العالم وفاز عليه أيضا في المحطة الاحترافية، فبالتالي إن شاء الله أنه يعني عنده شغف كبير زياد، وأيضا يعني بدخل المباراة بقلب قوي بقلب أسد وقلب شجاع، واليوم الحمد لله حقق فوز، فمتفائلين جدا أنه يكون في عنده كمان أداء كويس في المباراة القادمة إن شاء الله. بدي أشكرك كابتن أيمن على وجودك معنا عبر الهاتف في هذه الحلقة، ونتمنى إن شاء الله المزيد من الانتصارات. شكرا شكرا حبيبي، وان شاء الله بنفرح مع بعض في الفوز القادم ان شاء الله وصعود ابطالنا على منصه التتويج الاولمبيه لاول مره في التاريخ باذن الله. ان شاء الله باذن الله. شكرا للكابتن ايمن النادي احد ابطال الملاكمه الاردنيه سابقا، والذي يتابع دائما وبدقه التفاصيل هذه الرياضه والالعاب الفرديه، دائما يكون لنا النصيب وباذن الله نحقق انجازات ونحقق ميداليات تليق بحجم العمل لدى اللاعبين والاصرار لتحقيق الأفضل والأفضل. أعود إلى ضيفي من جديد الكابتن عصام سميري.
ما بين كرة القدم والألعاب الجماعية والألعاب الفردية والاستحقاق الرياضي. كابتن عصام، اليوم كلنا كرياضيين على قلب رجل واحد مع مشاركة البعثة الأردنية في الأولمبيات باريس. بالبداية أول شيء بشكركم على الاستضافة، إن شاء الله يعني أكون ضيف خفيف، وببارك للكابتن زياد على التأهل، وإن شاء الله دائما رافعين راسنا بالألعاب الفردية، وإن شاء الله يعني بالمباراة الجاية ربنا بيوفقه، وإن شاء الله يعني برفع علم الأردن وبرفع راسنا زي دائما إن شاء الله. نعم إن شاء الله سيكون لنا إطلالة أكثر وأكثر في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج وفي برامج القناة الرياضية على البعثة الأردنية، ونكون دائما وأبدا ودائما متواصلين معكم مع أخبار بعثتنا الأردنية، ما بين سوق الانتقالات، ما بين حلقاتنا في برنامج الحصاد للحديث عن الفترة القادمة والتحضيرات الأندية، وما بين النظرة على الموسم الماضي وحديث اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارات عن الموسم الماضي والتحضير للموسم القادم. استضفنا عدد من اللاعبين من فرق المقدمة التي حققت البطولات والتي لم يحالفها الحظ ولم تحقق البطولات. اليوم نأتي للفرق التي كانت في متوسط الترتيب، الفرق التي حاولت أن تسعى للثبات، واليوم نحاور أحد اللاعبينها، لاعب نادي السلط سابقا عصام السميري. دائما الحديث ممكن بيكون مع لاعبين حققوا بطولات مع فرق توجت بألقاب، وبنسمع التحديات والعقبات، وبنسمع منهم أيضا مشاعرهم ولحظات الفرح. اليوم نتحدث مع عصام السميري عن واقع كرة القدم الأردنية على صعيد أنديتنا في اختلاف الطموح. كيف كان الموسم الماضي مع نادي السلط، والسلط الذي عاد عودة قوية في مرحلة الإياب؟ والله أول شيء يعني كان موسم صعب بصراحة، هو على الكرة الأردنية بشكل عام، مش بس على نادي السلط. كان موسم طويل جدا، كان تقريبا 13 شهر أو 14 شهر، كان موسم طويل وصعب جدا. كانت الظروف المادية يعني جدا سيئة للأمانة على كل الأندية، مش نادي معين. بلشنا الموسم بشكل مش كويس، أتوقع بين الذهاب والإياب ممكن الأمور صارت أفضل، وقدمنا بمرحلة إياب كويسة، وصلنا لنصف نهائي كأس الأردن، خسرنا من نادي الحسين بركلات الترجيح. أتوقع أنه قدمنا موسم كويس في ظل الإمكانيات اللي كانت يعني شحيحة. أنت بتعرف نادي السلط عليه قضايا، عليه ناس يعني عليه شكاوي، وكان الوضع صعب، فهم قدروا في ظل يعني استطاعتهم المفروض اللي يعني اللي بيقدروا عليه. نعم كابتن، اليوم أستغل وجودك وأتحدث معك ونتحاور معك بشكل مختلف على عكس الروتين المعتاد دائما في المقابلات والحديث دائما عن طموح الفرق وإلى آخره. نذهب اليوم لحديث نبض الشارع الكروي عندما يتابع، وحتى المحللين والمتابعين عندما يتابع مباريات كرة قدم في الدوري الأردني. أول شيء وجهة نظرك كلاعب، كيف تشوف مستوى دورينا، مستوى المنافسة بين الفرق، المستوى الفني للمباريات اللي عم تخوضها؟ يعني أول شيء أنا بقول لك إنه إحنا في الكرة الأردنية بشكل عام إحنا بنملك خامات ما حدا بيملكها. عشان أكون معك صادق، أنا يعني واحد من اللاعبين اللي لعبت برا ولعبت هون بصراحة، يعني وأكبر دليل أنت اللي شفت اللي صار في كأس آسيا، واللي صار حتى في فوزنا على المنتخب السعودي، حتى فوزنا على أكبر المنتخبات. إحنا مش قلال كلاعبين كرة قدم أردنية، إحنا ما بدي أقول لك إنه إحنا مثلا أحسن لاعبين في العالم، لكن إحنا يعني فارقين كثير عن البلدان المجاورة عنا، وهذا الإشي يعني صار على أرض الواقع. يعني بنملك خامات لكن للأسف ما في عنا إمكانيات أبدا. يعني حتى اللاعب الأردني، وأنا دائما بقولها، يعني ممكن أنا واحد من اللاعبين اللي دائما ما بحكي إنه الوضع بصراحة ما في حدا بتحمله، يعني وأنا متأكد إنه أغلب لاعبين الأردن بيحكوا باللي أنا فيه، بس ممكن ما فيش حدا قادر يوصل الصورة. وأنا نفسي، هل أنت اليوم قادر على أن توصل هاي الصورة؟ أنا قادر إني أوصلها بالضبط. يعني أنا بقول لك إنه إحنا بنقعد، يعني أنا أخليت ممكن هاي أول مرة بحكيها أنا على الهواء، بس أنا ممكن في الأردن لعبت 4 مواسم، 48 شهر، أنا استلمت راتب شهر واحد، كان في نادي شباب العقبة في موسم 2020. أنا هذا موسم كورونا؟ قبل كورونا استلمت راتب شهر واحد بس. يعني أنا بقول لك على الأمور المادية، أنا 47 شهر أنا ما استلمت راتب، ما بين نسب، ما بين ما في، كل نادي بتوقع فيه. أنا بحكي لك بالأندية اللي هي أنت حكيت عنها متوسط الترتيب وتحت، فبقول لك في أنه الأمور المادية سيئة جدا،
كل موسم لازم نضرب لنا شهر نص شهرين عن التمرينات. وضع صعب جدا، ما في حوافز، فيش اهتمام باللاعبين. انا بحكي لك ما بخص نادي معين، انا بحكي لك بشكل عام. تمثلت السلط الشباب العقبه ونادي سحاب ثلاث انديه. نعم انا في الخارج كنت مع الرفاع والحد البحريني. الرفاع والحد، نعم صحيح. فانا بقول لك انه للامانه الظروف صعبه، ظروف يعني اتمنى انه ينظروا للاعبين انهم هم بشر بالنهايه. ترى احنا يعني احنا موظفين، احنا نفسنا نفس اي بني ادم، واللاعب له متطلبات عاليه، واللاعب عنده ظروف خاصه فيه، في لاعبين متزوجين، في لاعبين مش موظفين، في لاعبين هاي مصدر دخلهم، واحنا ربنا خلقنا موهوبين وعندنا الموهبه هاي زي ما هي في كل العالم، فاحنا ما بنقل عن اي حدا ابدا يعني. وانا قلت لك برجع بعيد لك اللي شفته في كاس اسيا، ترى احنا عندنا 10 موسى وعندنا 10 فلان وعندنا 10 فلان، بس يعني الفرصه مش متاحه. فاللي انا بحكي لك اياه انه في عندنا شح موارد، فيش عندنا امكانيات، فيش عندنا ملاعب، فيش عندنا اهتمام، فيش عندنا بنيه تحتيه، فيش عندنا حتى يعني حتى رسم للمستقبل. انه انت الرياضه الاردنيه لوين رايحه للامانه؟ يعني احنا مش شايفين بوادر خير. يعني انا لعبت 4 مواسم بالاردن، يعني من كل نادي لنادي نفس النظام بصراحه، عشان اكون معك صادق. انا اليوم طالع ممكن اني انا ما بدي اخليث، مش اني انا بدي، بس انا بدي اشرح لك الوضع اللي احنا بنعاني فيه. يعني انا مش المقصد اني انا بدي اسيء لنادي، او بالعكس انا بس همي انه الرياضه الاردنيه تتطور، وهمي اللاعبين ومشاكل اللاعبين تنحل. نعم. لانه انا بالنهايه انا لاعب، وانا هذا مصدر رزقي وهذا مصدر دخلي وبهمني. انت اغلب اللاعبين بتشوفهم بيطلعوا، في عندك لاعبين بيطلع بيقول لك احنا 9 شهور بدون راتب. طب انا كلاعب كره قدم كيف بدي العب؟ انا مش مستلم راتبي اللي هو العقد اللي بيني وبينك، انا مش ماخذه. يعني صار لاعب الاردني اخ ليث ما يعني حتى ما بستنى مكافأة، ما بستنى حافز، اللاعب بده بس حقه، يعني انا اعطيني حقي بس اللي هو حقي. طب كابتن، اليوم لما نكون بسدو تحليلي للمباريات، لما المحللين يحاولوا يبرروا انه ليش ظهر مستوى الفريق، بقول لك اللاعبين صار لهم 2-3 أسابيع مش متدربين. بالفعل بتقعدوا هاي الفترة؟ نعم صحيح. يعني انت اللي عندك مباراة على سبيل المثال يوم الاحد، انت قبل يوم الاحد سبت جمعة خميس 4-3-2 بتكون مش واصل تقدم ملعب تدريب؟ انا بقول لك على الصعيد الشخصي صارت معي في 3 أندية للأمانة، يعني بحكي لك عشان انا ما اخص حدا للأمانة. صارت طيب. في كل الأندية صارت، في كل يعني صارت، انا صارت معنا احنا نروح على المباراة واحنا مش متدربين. طب لياقتك كيف تركض في الملعب؟ احنا ما بقول لك احنا ما فيش مش طالع بيدنا شيء، يعني احنا مش طالع بيدنا شيء. احنا بنيجي مثلا بدنا حقنا، بنكون 3 شهور مش ماخذين راتب، 4 شهور تيجي بتقول انه بيجي بيقول لك مثلا قبل المباراه في راتب. طب انا مثلا بحكي لك في لاعبين في الاردن، وهذا الكلام لازم الكل يعرفه، في لاعبين ما معهم يجوا على تمرينهم، اقسم لك بالله العظيم في لاعبين ما معهم يجوا على تمرين، وفي لاعبين ما معهم يجوا على مباريات. في انا واحد من الناس، بقول لك عن نفسي انا كعصام سميري، في يعني في كثير مباريات انا ما معي اروح على المباراه، مباراه اللي هي انا لازم اكون محضر ذهني ونفسي، وانا ماكل صح ومحمل اكل صح ووجبات صح، وانا في ايام انا ما بقدر اروح على المباراه، ما معي انا المعيل الاول إلي، مصدر دخلي الرئيسي اللي هو كرة القدم. أنا مش قاعد بأخذ من نادي مصاري، أنا كيف بدي أبدع؟ فاللي بصير كابتن إنه يعني إحنا ما مش قاعدين، حتى أنت تشوف الرياضة الأردنية بشكل عام أو اللاعبين، مستحيل تلاقي لاعب الأردن 3-4 مرات بيضلوا نفس المستوى، صعب جدا الموضوع، صعب. يعني أنا مباراة بتألق، ثاني باجي مثلا بعد المباراة بيوم بقعد بيعود هذا للعامل المادي طبعا، لأنه هو يعني هو عصبنا زي ما بيحكوها باللغة العامية، هو البنزين تبعنا، هو البنزين تبعنا. انا اذا انت ما اعطيتني حقي انا كيف بدي اعطيك حقك؟ واحنا صلنا يعني انا بقول لك صلي 4 مواسم انا بس بلعب لاني انا بحب اللعب للامانه، انا مش مستفيد وكل اللاعبين مش مستفيدين ابدا، يعني ما في استفاده. يعني كابتن انت بالسنه مثلا بتحكي راتبك كم بيكون بالشهر؟ يعني الموسم هو هي مش الموسم ما بيجي 12 شهر، بيجي 9 شهور، بيجي 10 شهور. 10 شهور بالضبط. يعني انت اليوم لما توقع لنادي محلي بتوقع موسم بيكون 10 شهور بالضبط. اذا لك 10 رواتب. لي 10 رواتب. نعم صح. كم الراتب بيكون بالشهر؟ قصدك المبلغ؟ المبلغ مثلاً. يعني مشكل، هي من لاعب للاعب، في أندية بتحط سقوف. يعني اليوم نتحدث معك مثلا كعصام سمير كم بيكون يعني الرينج الرواتب؟ يعني بيكون مثلا يعني أنا من نادي لنادي، يعني أنا مثلا الموسم هذا وقعت مثلا براتب 1500 دينار، فأنت 1500 دينار هم على موسم كامل تقريبا بيطلعوا 15,000 دينار، هيك بتكون عقودنا. بس يعني للأسف بيكون في مقدم عقد غير الرواتب؟ لا مش كل الأندية بتعطي مقدم عقد، لا لا. بس بقول لك يعني الإشي السيء بالموضوع إنه حتى نادي بيجي بيتفق معك بيحكي لك إنه أنا بدي أعمل سقف عشان ألتزم معك بالرواتب، فأنت مثلا نعم. بيكون عقدك عالي. يعني أنا مثلا كعصام الموسم الماضي جيت من احتراف على الأردن، وقف الدوري، طلعت احترفت ورجعت، فبقول لك بيجي بيقول لك انه انا مثلا بدي اعطيك سقف معين للرواتب، انه مثلا انا بدي اوقع معك ب 15,000 شريطه انه انا التزم معك بالراتب. حلو. ومع الاسف ما بصير التزام. هسه انا ما بلوم النادي، انا بحكي معك ما بلوم النادي ولا بخص نادي معين، انا بحكي لك بشكل عام. يعني انا هذا الشيء عشته في السلط، عشته في سحاب، عشته في العقبه.
حال أغلب وحال الأندية. معان وحال الجزيرة وحال كل الأندية اللي مثلا مش هدفها تأخذ دوري أو هدفها مشاركة خارجية أو مش هدفها بطولة. يعني قلت أنت الموسم الماضي كنت ب 1500 دينار بالضبط، كنت في 1500 أغلب اللاعبين زي هيك، يعني أغلب اللاعبين كنا زي هيك في نادي السلط. أنا للأمانة خلص موسم مش ماخذ ممكن 40% 30% من عقدي، أنا خلصت شهرين وثلاث أشهر وما في بالضبط. هسه أنا بقول لك يعني أنا ما بدي إنه أنا ينفهم الموضوع إنه هو إساءة للنادي، بس أنا بحكي لك بشكل عام إنه يعني خلص الموسم وأنت بدك رقم، يعني بدك رقم أنت معين، يعني مرق أشهر كثير وإحنا بدنا أرقام. يعني أنت بتحكي أنا خلصت الموسم مش مستلم 30-40% من عقدي كامل، أنا مش مستلم منه 40%. طب أنت نزلت راتبي، نزلت عقدي مقابل إنك تلتزم معي وأنت ما التزمت معي، فهم علي؟ فهي هي النقطة بكل الأندية، للأمانة بكل الأندية بتصير. نعم كابتن، اليوم دعود لموضوع التدريب وعدم حضوركم، هذا بيأثر يعني اليوم على المستوى اللاعب. طب في نفس الوقت ممكن من زاوية أخرى بنحكي أنه اليوم أغلب لاعبين كرة القدم بدأوا بهذه المعاناة صح ووصلوا للنجومية. اليوم كهواية أنه اليوم حاب ألعب كرة قدم، حاب أروح، أنا بدي أتعب على حالي سنة سنتين ثلاث حتى اليوم أوصل لاحتراف خارجي ويصير اسمي كبير. وانت ذكرت عدد من اللاعبين الأردنيين أبرزهم موسى التعمري ونجاح احترافه، وأعتقد موسى أيضا مر بمثل هذه الظروف. أنا بقول لك كل اللاعبين بمروا بالهيك، حتى مش بس عندنا في الأردن، هو بشكل عام ترى حتى يعني حتى برا، حتى برا يعني في البرازيل الأرجنتين، يعني كريستيانو رونالدو هو نعم. يعني من أفضل لاعبين العالم كريستيانو رونالدو، قال لك أنا مريت بظروف صعبة، لكن البوادر والمحيط يعني بيحكي إنه أنت بدك تتعب فترة وبعد الفترة هي أنت تلقى. يعني ممكن مثلاً فلان لقى فرصة بس غيره ما لقى فرصة. أنا هي اللي أنا بحكي لك فيها الدنيا. يعني أنا بحكي لك هي هيك الدنيا صحيح، بس أنا بقول لك إنه حتى مثلاً إحنا حتى على مبدأ إنه إحنا تسويقياً ضعاف، أنا بحكي لك هي حتى ممكن الإشي هذا يعني عدم توفير المادة للاعبين أو عدم الالتزام مع اللاعبين، هذا بوفر للاعب إنه يطلع على أي مكان. أنا بدي أطلع على أي مكان بس المقابل إن أنا أروح ألتزم، عقد زيه زي اللي بالأردن، عقد أقل منه فوقه بشوي، المهم أنا أروح على نادي ألتزم. يعني هذا صار أكبر طموحنا، عكس مثلا أنت لما تكون عازني معطيني حقي زي ما أنا معطيك حقك، معطيني حقي اللي هو عقد بيني وبينك، معطيني حقي. أنا لما يجيني عقد احتراف في مبلغ ضئيل، أنا يعني أنا بزعل من الناس اللي بلوموا اللاعبين الأردنيين اللي بيطلعوا يحترفوا. اللاعب ترى الأردني الود ود ويظلوا مشهور، ويظلوا بالفيصلي وبالوحدات وبغيره، ويظلوا مشهور ودائما يكون نجم. ما تفكر انه حدا بترك الشعبيه وبترك الشغلات هاي كلياتها على اساس يطلع يحترف برا بمبلغ نفس اللي باخذه بالفيصل وبالوحدات، وبروح بيطلع برا وباخذ مبلغ اقل. بس هو ليش بيطلع؟ بيطلع علشان في التزام، بس علشان في التزام بالرواتب هو بيطلع. واللي احنا انا بقول لك يعني هو الموضوع مش موضوع بس ظروف صعبه، يعني هو يعني الظروف صعبه بكل مكان لا تفكر، يعني حتى طفولتنا حارات كذا، بس ما بعد هيك. طب انا مثلا بقول لك صار لي 4 سنوات الموهبه موجوده والامكانيات موجوده حتى الطموح موجود، بس وين رايحين؟ يعني احنا صرنا اللاعبين الاردنيين حتى لما احنا نقعد بيننا وبين بعض احنا مش عارفين وين رايحين. يعني صار موضوع انه احنا نكمل في كره القدم ولا نشوف مصدر رزق اخر. انت في عندك لاعبين بيشتغلوا على تطبيقات، انا يعني انا بحلف لك يمين في لاعبين بيشتغلوا على تطبيق. يعني انت في لاعب ممكن انت تشوفه نفسك تتصور معاه، نفسك تتصور مع اللاعب هذا بالشارع، يعني انت بتشوفه طالع بتطبيقات بيشتغل. طيب كابتن، اليوم انت مع انه اليوم حديث الوسط الرياضي بانه سقف اللاعبين محليا على المستوى المحلي مع الضائقة المالية اللي بتعاني منها الأندية حرام يتجاوز 30,000، أنت مع أنه هذا السقف يكون بهذا الحد بشرط الالتزام، شريط التزام الأندية بالضبط؟ إذا في التزام، في التزام أكيد طبعا. يعني أنا مع أنك تلتزم معي على رقم اللي أنا، أنت عارف يعني الرقم هذا هو زي الوظيفة، إحنا موظفين. مشكلة الأندية إنها ما بتطلع علينا أن إحنا بشر زينا زي الناس. يعني إحنا ماشي لاعبين كرة قدم، بس إحنا برضو هاي صنعتنا، هاي شغلتنا. واللاعب في كل مكان معزز مكرم، في كل مكان أخليت، في كل مكان اطلع على اللاعبين، اللاعب ثورة في كل مكان. يعني تشوف ما شاء الله مثلا موسى التعمري قدوة لنا كلياتنا، موسى التعمري في فرنسا مثلا، انت لو بدك تروح على فرنسا هسه معروف من ورا موسى التعمري. نعم. طب ما انا بقول لك موسى طالع من بيئة زي بيئتنا ومن ظروف زي ظروفنا، وموسى شرح مرة ومرتين وثلاث وقال انه كان يشتغل في مخبز وكان يشتغل صحيح. ومش بس موسى، كثير ناس يعني كثير لاعبين مروا بنفس التجربة. لكن انا بحكي لك على وين، مش انه هي القصه قصه مبدا او قصه طموح. الطموح موجود وعند اغلب اللاعبين، لكن احنا صرنا نشعر انه احنا مش مقدرين. انا كلاعب انا مش مقدر، انا اللاعب بيجي معي بيتعامل معي. يعني حتى السنه هاي مثلا انا في نادي من الانديه فوضني، مش عارف انا وين باقي العب، اقسم لك بالله العظيم ما عارف انا وين باقي العب. بقول لي انت كنت تلعب العقبه؟ قلت له طب انت جاي تفوضني، انت شفت انا شو قدمت الموسم الماضي، شفت انا شو عملت، شو اديت الموسم الماضي،
بناء على ايش؟ بناء على ايش انت جاي تفاوضني؟ ما هو في لجنه فنيه، في كذا، في كذا. بقول انت كنت تلعب في العقبه كابتن، انت ما شاء الله. قلت انت مش عارف انا وين باقي العب، طب كيف بتفاوضني وانا بعرفش وين العب؟ فبقول لك هو الموضوع كابتن صار حتى بشموليه، يعني اخلي صار بشموليه الموضوع سيء. وانا بقول لك انا اليوم طالع، انا لا طالع اكسب استعطاف حدا، ولا طالع اني انا بدي اركب ترند، ولا انا انت مسافر بكره، انا مسافر بكره، نعم صحيح. فانا بقول لك ان انا طالع بس انه انا بدي تغيير، بدي تغيير علشان الرياضه الاردنيه، على اساس احنا لما نطلع برا برضه نطلع معززين مكرمين. يعني انا قبل فتره تواصل معي نادي من برا الاردن بيحكي معي بده يوقع معي، فحكى لي رقم قليل، رقم قليل جدا، يعني طلع صورتنا لوين وصلت، اعطاني رقم. بقول له يعني انا لاعب محترف بدي اطلع بالرقم هذا؟ بيحكي لي انت عندكم في الاردن ما في التزام، يعني تطلع تاخذهم برا احسن مما تاخذهم مش بالاردن بالحرف. طب احنا والله كم العرض اللي قدم لك اياه؟ 45,000 دولار. خمسة احتراف. احتراف نعم صحيح، في البحرين. البحرين هاي حصري لك، انا لسه ما اعلنت طبعا. انت الان وقعت مع المنام البحرين؟ نعم صحيح، انا لسه ما اعلنت للامانه يعني، فبهاي حصري لكم يعني. انا وقعت نعم في نادي المنام البحريني مده موسم، وان شاء الله يعني مسافر عليهم، ووقعت يعني في البحرين يعني. حتى انا ما اعلنت للامانه لانه النادي حكى لي بدي الموضوع بسريه تامه، انه يعني لبين ما تصل وهيك انت عارف. فانا الحمد لله وقعت. بقول لك انا انه في نادي تواصل معي، بقول لك عن نفسك عصام، هذا غير نادي المنامه. غير نادي المنامه تواصل معي بيقول لي على مثلا 30,000 دولار. تعرف يعني 30,000 دولار للاعب محترف؟ عارف انه ممكن للحظه انك توافق بالضبط، بس انت حتى اللاعب الاردني صار بيطلع يعني. احنا بين بعض كلاعبين بيجي يعني كوكيل بيقول لك اي شيء، المهم يطلع، المهم يطلع، انت فاهم؟ احنا لو انه معززين مكرمين مثلا، شوف اللاعب العراقي على سبيل المثال، اللاعب العراقي ما بيطلع من نادي. انت شفت علي جاسم اول امبارح تقريبا راح من القوة الجوية، من القوة الجوية راح على كومو الإيطالي. ليش؟ لأنه عندهم تسويق وعندهم اهتمام وعندهم دعم. ليش؟ لأنه اللاعب لما أنا مثلا أكون، أنا مثلا كنت الموسم الماضي بالسلط، أنا كعصام سميري لو لقيت بالسلط الدعم والإمكانيات وكل إشي متوفر لي، أنا لو بدي أطلع على نادي ثاني بدي يكون النادي هذا أحسن من السلط، فهم علي؟ فهي هيك النقطة بتصير. فإحنا صرنا نفل على أي إشي، أي إشي المهم نطلع، أي إشي المهم نأخذ دخل، أي إشي المهم نكون نفسنا. هيك يعني هيك صار الموضوع عندنا في الرياضه الاردنيه. نعم، نتمنى ان يكون الحال افضل، ونتمنى ان تصل هذه الرساله كابتن عصام لكل القائمين على الرياضه وعلى كره القدم الاردنيه غدا باذن الله، إن شاء الله. نحو البحرين إن شاء الله. في مرحله جديده. وانت ايضا النشأة كانت مع نادي الرفاع البحريني. نعم، انا نشأتي كانت في البحرين، رحت عليهم تقريبا في 2015، لعبت معهم بكل فئات العمريه، تدرجت حتى وصلت للفريق الاول، مثلت الفريق الأول في 3 مواسم، حصلت على 6 بطولات معهم، ورجعت على البحرين، رجعت عفوا على الأردن، لعبت 3 مواسم هون، ورجعت السنة الماضية على الحد، ويعني الحمد لله. إن شاء الله بتمنى لك التوفيق في هذه المرحلة وفي هذه الرحلة الاحترافية. كنت تفضل وتتمنى أن تبقى؟ للأمانة للأمانة يعني حتى أنا النادي اللي وقعت فيه أنا كنت يعني كنت مصبرهم لآخر إشي يعني، حتى للأمانة عشان أكون صادق معك، حتى هم تفاجؤوا بالمبلغ اللي اخذته يعني، حتى هم ما كانوا متوقعين اني نوافق. بس انا وين بدي اروح؟ هي النقطه هنا، انا وين بدي اروح؟ ما تقدم لك عرض بالاردن المحليه؟ تقدم لي للامانه يعني، الحمد لله يعني 90% من انديه الاردن تقدمت لي بعروض، بس لكن انا اخليت. طب انت قبل شوي بتحكي لي كنت بفضل البقاء في الاردن، ومع ذلك البقاء في البقاء في الاردن في نادي ينافس على بطولات. انا بالنسبه لي كعصام سميري بحكي لك انه انا مع احترامي لجميع الانديه، انا ما راح يعني. مش مره الكابتن وسيم الزور قال لك اللي بده بطوله، اللي بده بطوله يرن علي، وانا بقول لك اللي بده دوري يرن علي، واللي بده بطوله يرن علي. ليش الشيء هذا؟ مع احترامي لكل الانديه اللي مثلتها، انا ما بقلل منهم، لكن انا بدي اروح على نادي عنده طموح، عنده طموح يناسب طموحي انا كلاعب، اني انا بدي التزام، اني انا بدي بطوله، اني انا بدي دوري، بدي كذا، بدي كذا، وهذا حقي، حقي كلاعب زي مو حقي كنادي. فانا بقول لك انه انا للامانه رفضت اغلب الانديه، كان في مفاوضات مع ممكن ناديين كبار في الاردن، لكن ربنا ما تمم، وبالنهايه هذا توفيق من رب العالمين وارزاق، والله يوفق الجميع. لكن بالنهايه انا بقول لك انا رافض فكره اني العب في الاردن في نادي مثلا طموحه ينافس على الهبوط، لانه للامانه موضوع محزن يعني جدا جدا. انا بقول لك الله يعين اللاعبين يعني، الله يعين اللاعبين والله يعينهم على الظروف. والله كابتن لما نتابع الدورة خلينا نحكي بكل وضوح يعني، ونتحدث، خلينا أتحدث لك بالحديث اللي خلف الكواليس، وإحنا بنتابع بعض مباريات الدوري الأردني أو بنكون مع المحللين بنتابع، بنقول والله في بعض الأوقات بعض المباريات ما في دافع، ما في طموح، ما في حب لكرة القدم، يعني تشعر بأنه اللاعب جاي أدي واجب ورفع عتب، ممل المباراة يعني، تشعر بملل كروي
كبير جدا. نضع اللوم في بعض الأوقات على اللاعبين ونقول بأن اللاعبين لا يستحق التواجد في الملعب، يفتقدوا لأبجديات كرة القدم. هسا شوف عشان أكون صادق معك، ممكن اللاعبين يلاموا، ممكن اللاعبين يلاموا، لكن أنا بنرجع بنقول إنه العامل المادي. أنا بحكي لك أخ ليث من واقع أنا عايشه، يعني أنا واقع أنا عشته كلاعب كرة قدم. الظروف المادية الصعبة للأمانة ما بتخلي لك نفس أنت في أي شيء أبداً. أنا بقول لك أنا عندي مباراة رسمية بكرة، أنا اليوم مضرب عن التمرين، أنا بكرة بأي نفس بدي أروح على الملعب؟ هسا الناس من برا ما بتعرف التفاصيل وما بتعرف شو اللي صاير، ما حدا بيعرف شو اللي بصير اللي إحنا والجهاز الفني والجهاز الإداري والمدربين. الناس اللي برا إلها بس تستمتع في كرة القدم وتشوف كرة قدم جميلة، هذا اللي بصير معانا. فأنا بقول لك إنه دائماً إنه الناس ما بتطلعوا علينا كبشر، إنه أنت خلص لاعب كرة قدم، هو ممكن بيتابع دوريات أوروبا. يعني موضوع القلة في الناحية المادية ممكن يكون تحدي كبير لك، إنه اليوم أنت تقدم وتثبت حالك حتى تنتقل لفرصة أفضل. بالضبط، مو هذا بقول لك، يعني أنا بقول لك هذا الإشي اللي إحنا دائماً بنشتغل عليه. يعني أنا بقول لك في أحد الأندية اللي مثلتها كان المدرب يحكي لنا العبوا لأنفسكم، فيش العبوا العب لنفسك، أنت سوق نفسك، العب لحالك، أنت اشتغل على حالك بس. نعم. بقول لك بدون أنت خلص خلي النادي، يعني طلع، يعني حتى الولاء بطل للنادي، حتى الولاء أنت فاهم علي، مش إن الولاء بس للمادة، بس المقصد إنه أنت مش شاعر فيه، أنت مش حاس فيه، وأنا موقع بيني وبينك عقد، أنا لا بقدر أروح على نادي هون ولا بقدر أروح على نادي هون، أنا لازم أضلني معك. فأنا بقول لك صار الواحد يلعب، فهي بتفرق من لاعب من لاعب للاعب. في لاعب ممكن يتحمل وفي لاعب ممكن ما يتحمل. في لاعبين أخذوهم من قصيرها قال لك أنا عمي ما بزبط معي الكلام هذا، أنا بدي شغل. وفي كثير مواهب، كثير لو تعد كثير مواهب من وراء الأمور المادية ما استمروا. طب إحنا ليش ما يصير عنا؟ إحنا بشو أقل من غيرنا؟ يعني أنا خليت هذا بوجه السؤال للناس اللي معنية بالإشي هذا، إحنا شو بنقل كأس آسيا؟ إحنا أبطال كأس آسيا، متوجين ولا غير متوجين، إحنا شو بنقل عن كل لعيبة العالم؟ أنا بنفسي كعصام سميري بحكي لك عن نفسي كعصام، أنا لا أقل إمكانيات عن أي لاعب في العالم. أي لاعب في العالم أنا لا أقل عنه، مش عنده رجلين وعندي رجلين، مش عنده إيدين وعندي إيدين، مش في غاية وفي غاية، مش هو موهوب وأنا موهوب. فمعناته الإمكانيات البشرية زي بعض، لكن شو اللي بيختلف بيني وبينه؟ بيختلف البيئة اللي هو فيها والبيئة اللي أنا فيها، الظروف اللي هو فيها والظروف اللي أنا فيها. وأنا برجع بقول لك ما راح أبعد، موسى التعمري يعني كان قاب قوسين أو أدنى بيكون بأكبر أندية أوروبا، ما هو موسى أردني، موسى زينا نفسنا، بيحكي لغتنا نفسنا، لاعب منتخبنا. طب هل وفق موسى لأنه موهبته، يعني تحدث موهبته أكبر من بقية اللاعبين الآخرين؟ والله في كثير موهوبين، موسى موهوب طبعا، ما فيش اثنين بيختلفوا على إمكانية موسى، لكن أنا بقول لك في كثير موهوبين بس ما لقوا الفرصة، يعني ما لقوا الفرصة اللي لقاها موسى، يعني ما لقوا الفرصة اللي لقاها موسى. طب ممكن كابتن تفكيرهم بيستعجلوا بالاحتراف، ما برسموا الطريق بالشكل الصحيح. بالضبط. الوجهة ممكن، ما هو ليش بقول لك أنا هي لأنه إحنا أصلا في شكل عام إحنا في الأردن عندنا مشكله اللي هي الاساس للاعبين الكره القدم من الفئات. يعني اذا بتشوف مثلا في قطر بيدربوا اللاعبين من هم في اسباير، بيدربوا اللاعبين، بصل اللاعب لفريق اول وهو خلص هو عارف انه هاي شغلته وهاي مهنته. صحيح. وانه انا لازم اكل كويس، لازم انا انام كويس، لازم انا اشرب كويس، لازم انا ادير بالي على حالي. هذا الاشي بتشربه اللاعب. احنا عندنا هون في الاردن بيجي المدرب على النادي بيحكوا للمدرب انت اداري وانت مدير فريق وانت بدك تحل مشاكل اللعيبه وانت كذا وانت كذا. طب هو المدرب يجي يدرب ولا يحل المشاكل ولا يحل الظروف؟ صحيح. انت فاهم علي؟ هاي النقطه اللي بتصير. يعني احنا بقول لك ليش، لانه الظروف الماديه الصعبه اللي بتمر فيها الانديه. كابتن بالله بشكل عام وانت بتتحدث يعني بحرقه وبتتحدث يعني وفي غصه في القلب وبصرخه عن اغلب لاعبي كره القدم الاردنيه اليوم، في تكتيك داخل الملعب، لما نسمع انه في تكتيك وخطه لعب، في خطه ولا الامور التسهيل؟ لا هسه هو في خطة، في شغل للأمانة، في مدربين. يعني لما نشوف فريق، لما نحضر مباراة ما فيها ولا هجمة مثلا، أنا بحكي بشكل عام ما بخص نادي معين. بالزبط. أنت لعبت مع عدد من الأندية، لما نشوف مباراة ما فيها فرصة، ما فيها هجمة، فيش فيها أربع تمريرات متتالية بشكل صحيح، ما في أوفر، ما في كرة بينية، ما في هد، ما في ضربة رأسية، ما في تسديدة، شو بيكون الوضع هون؟ يعني شو بتكونوا عاملين قبل المباراة مثلا؟ شو بتكون تعليمات المدرب؟ هل أنتم ما بتستطيعوا تنفذوا هاي التعليمات؟ هل الإمكانيات اليوم والأدوات ما بتستطيع توفر تحقق مطالب الجهاز الفني، ولا الجهاز الفني اليوم ما اشتغل معكم؟ لا هسه شوف، هسه الامانه عشان اكون معك صادق، لا في مدربين، وفي مدربين اكفاء بالاردن. حلو. وكثير مدربين اكفاء وخامات وبنتعلم منهم، واكيد يعني انه في تكتيك، في تكتيك، انه في في وفي لوم على اللاعبين، في لوم على اللاعبين. انا ما بقول لك احنا ملائكه، لا لا احنا لا لا احنا احنا في عندنا في عندنا في عندنا حتى مشاكل. احنا كلاعبين في عندنا مشاكل، في عندك لاعب لا مبالي، في عندك لاعب مش طموح، في عندك لاعب برضه احنا كمان نلام.
بس انا بقول لك انه هي انا هذا السؤال سالته المدربين وسالته للاعب اليوم حتى ايضا نشيل الحمل او الناس بتعاتب دائما الاجهزه لا الفنية. لا 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 مو مش موضوع اجهزه فنيه. انا بقول لك الاجهزه الفنيه بيجوا على النادي يعني بيجي على النادي هو مش بس مدرب عشان تكون بالصوره كل مدربين صحيح. البلد ما بيجي على النادي هو مدرب يعني ما بيفرق يعني بفضي باله للامور الفنيه لا لا في امور اداريه ثانيه في شغلات اداريه ثانيه لازم فانا بقول لك يعني انه الاجهزه الفنيه بتشتغل ربنا الله يعني انا بقول لك انا اللي اشتغلت معهم انا ما بعرف الاجهزه الثانيه كانوا اكفاء كانوا على مستوى عالي وكان عندهم فكر وعندهم بس انا بقول لك نرجع وبنقول اللي هي الامور الماديه الصعبه انه بيجي اللاعب أخليت ما بده يتدرب بقول لك انا وبالنهايه انت ممكن تشوفه حقه ممكن ما تشوفه حقه بقول لك انا مثلا بدي حقي انا مثلا اولادي بدهم ياكلوا انا مثلا بدي انا عندي زوج عفوا نعم. عندي مرتي عندي اولادي عائله نعم عندي عائله انا بدي اصرف عليها في ناس فاتحه دور من وراء كره القدم طب انت لما تقعد 3 و4 شهور ما تعطيني راتبي طب انا كيف بدي اعيش نعم. يعني ظروفي الخاصه صعبه الاول وهو الامور الماديه اللي هي تقف العائق والتحدي الاكبر امام اللاعب كره القدم داخل الاردن في الدوري المحلي انا بتمنى لك التوفيق كابتن وحديثك هذا عندنا بدل على انه انت اليوم عندك اللي تقدمه عندك الحافز عندك الطموح عندك تحدث بصرخه هذا يدل بدل على طموحك اليوم وان شاء الله انه بنشوفك نجم ولو مع كل هذه العقبات والتحديات اليوم وانت سالت في هذه الحلقه سؤال رايحين لوين انا بحكي لك انت رايح لوين والله انا اشوف يعني الطموح بعيد للامانه يعني وانا بقول لك انا دائما بشتغل على نفسي ودائما بجتهد ودائما بسوي كل اللي علي وبالنهايه التوفيق من عدمه هذا بيد رب العالمين لكن انا مسؤول ان انا اسعى ومسؤول ان انا اشتغل على حالي الطموح ان شاء الله يعني لبعيد باذن الله اني راح اصل المنتخب اول باذن الله اني راح امثل اكبر انديه الاردن وراح اكون في مكان انا بتمناه واهلي بتمنوه حتى يعني اكون انا راضي عن نفسي لان للامانه انا بني ادم مش راضي عن نفسي ولا راضي عن اللي قدمته ولا راضي انه انا عايش في 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 الامور هاي انا يعني قاعد بقول انه انا مثلا عمري الكروي 12 سنه 15 سنه انا نفسي اخليت انا بدي احكي لك قصه على يعني قصه لك هاي يمكن اول مره بحكيها كمان على الهوى انا في 2017 او 2016 والدي ووالدتي موجودين انا في 2017 كنت العب في نادي الرفاع البحريني اقسم لك بالله العظيم اني طلعت اجازه من اللي كان بدهم لازم انا عشان اخذ الفيزا اطلع من البلد وارد ارجع حكوا لي بدنا نوديك على دبي وبعدين ترجع قلت لهم انا ما بدي بدي ارجع على الاردن تعرف شو عملت انا رحت على الاردن حجزت على تركيا قلت انا بدي اطلع على اوروبا باي طريقه انا بقول لك عن نفسي كعصام الطموح موجود من وانا صغير يعني من وانا صغير انا شايف اني انا نجم ان انا لاعب عالمي انه انا ما في احد احسن مني ما في كل شيء بتوفيق رب العالمين ممكن يصير طلعت على تركيا اقسم لك بالله العظيم شنتتي على ظهري وكان معي شخص من اصدقائي طلعت على تركيا على اساس انا اروح على عندي وامشي بالقطارات وكيف الافلام نفس الافلام وانا عمري 17 سنه بدون ما حد يدليني لكن انا عارف فهم وما 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 صار نصيب وانا محترف كنت بالبحرين مش في الاردن يعني انا ما كنت عايش الظروف هاي انا عشت الظروف هاي بس جيت كنت بظروف افضل كنت بظروف افضل بكثير منشات ملاعب راح نتطرق لها فرحت على تركيا وربنا ما اكرم وحاولت اروح على انديه تركيه وكذا وما مشي الحال وشنتتي معي بوتي معي اجلكم الله ورحت والامور ما مشت ورجعت على الرفاع وحتى النادي وقتها كان يفكرني رايح اوقع يعني الطموح موجود انا طموحي كبير طموحي ولو الفرصه تتوفر انا ما راح يعني ما راح اتوانى لحظه يعني انا مستعد اعمل اي شيء ممكن عشان انا اطلع على اوروبا مستعد اعمل اي شيء علشان انا اكون في احسن مكان في احسن الانديه ما فيش حد احسن منه انا بقول لك اياها على الملأ ما في لاعب بالوطن العربي احسن من اللاعب الاردني مين احسن منه مين احسن من يزن مين احسن من موسى ما فيش حد احسن منه السعوديه دفعوا مليارات على دوريهم مليارات دفعوا وجابوا احسن لاعبين العالم نعم. احسن لاعبين العالم وفزنا عليهم بالنهاية هذا دل إنه إحنا عندنا إمكانيات. يعني الثقة هاي مطلوبة كابتن بكل تأكيد وهذا الشيء بنتمنى يكون عند كل اللاعبين أن يكون هذا الحافز في نهاية المطاف. أي نعم تبقى هي الإمكانيات سيدة الموقف لكن صحيح. اليوم الإنجاز ولد من رحم المعاناة وأنا بتمنى أن نستضيفك في حلقات قادمة يكون في إنجاز ونتذكر هاي الحلقة ويكون عصام سميري اليوم أحد اللاعبين البارزين على المستوى العربي. أخيرا إذا بتحب تضيف أي إضافة كابتن عصام قبل ختامنا. والله أنا يعني أول شيء بشكركم على الاستضافة وشكرا لكم مره ثانيه. عندي اضافه اللي هي انا بتمنى انه من الناس المعنيين علينا انا حكيت لك اياها انا اليوم مش طالع اني انا اركب الترند او انا بدي انا يعني ما عندي استعداد او اي استعداد اني انا ممكن احط حالي في موطن شك. انا اليوم طالع
لا دفاعا عن حدا ولا دفاعا عن حدا. انا اليوم طالع امثل نفسي، احكي لكم معاناتي، احكي لكم معاناة اللاعبين، ممكن صورتي تصل ممكن صورتي ما تصل، اتمنى انها تصل، اتمنى انكم تحسوا باللاعبين، يعني تحسوا وتعرفوا ان اللاعبين بشر، اللاعبين عندهم ظروف خاصه لازم يعيشوا، لازم يكونوا حالهم، لازم يكونوا في احسن الظروف. اتمنى انه الواقع يصير افضل، اتمنى انه اللاعب الاردني ينعز اكثر وتصير الامور بطريق افضل، مش بس إلي انا كعصام، حتى ككل اللاعبين، حتى للجيل الطالع اللي قاعد بيشوفني هسه او اللي بيشوفنا بشكل عام، او حتى اللي بيقعد معنا باماكن خاصه، اللي احنا شو الوضع فيش رواتب، شو الوضع فيش رواتب. فصاروا الابهات حتى ياخذوها من قصيره، يقول لك عمي انا قاعد بشوف اللاعبين النجوم اللعيبه قاعده بتشكي، انت حتى عندك في 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 يعني في اغلب في اغلب الانديه في الاردن، اغلب الانديه كلها بتعاني من المشاكل. صحيح. انا ما بحط اللوم على الاتحاد ولا بحط اللوم، وقلت لك ما بخص نادي معين، لكن انا بدي الامور تمشي للاحسن، وهذا بس هو طموحي، وهذا بس الشيء اللي انا بسعى له يعني. نعم، بتمنى كابتن انه يكون امورك افضل. ابو فاروق بوجه لك سؤال سيد عمر العجلون، بقول لك ليش ما جيت على الصريح واخذت راتب شهري؟ وانا حكى لي مره استضفته عمر العجلوني، قال انا بلتزم، حاط سقف معين للرواتب، لكن اهم شيء التزم بالرواتب. اول شيء ابو فاروق بمسي عليك، وابو فاروق جاري، ابو فاروق يعني انا ساكن في مخيم الحصن. نعم. هو ساكن في جنبي في الصريح، ابو فاروق جاري، وابو فاروق عشان تكون بالصوره للامانه خامس مره بفوضني، يعني ابو فاروق كل سنه بفوضني، بحبني كثير والله، انا بحترمه على الصعيد الشخصي لانه رجل وصادق، وهذا الكلام انا ما بحكيه بوجهه، يعني ابو فاروق انا ما بتربطني فيه اي صله، لكن انا بقول لك الحق والكلام اللي بنسمعه من اخواننا اللعيبه، الرجل بيلتزم معك، بيقول لك مثلا هذا المبلغ لكنه بيلتزم معك في الراتب. للامانه تواصلوا معي هم، بس انا قلت لك انه يعني مع احترامي الشديد انا قلت لك الغايه شو والطموح شو، وانا يعني حاب ان انا اطلع برا، حاب ان انا احترف اكسب خبرات اكثر، وان شاء الله فاروق ان شاء الله السنين الجايه ان شاء الله ربنا بيكرمنا، وباذن الله بكون من نجوم فريقك ان شاء الله، والله يوفقهم ان شاء الله. ان شاء الله، وانا بتمنى لك التوفيق كابتن حسام. تحدثت عن تجربه شخصيه لك، واليوم هذا البرنامج منبر للاعبين، للمدربين، لادارات الانديه، لجميع منظومه واركان لعبه كره القدم وللرياضيين، واليوم نتمنى دائما التوفيق لكم كلاعبين، واحنا بالعكس كاعلام داعمين لكل لاعب اردني، وشكرا لوجودك. الله يسعدك، تشرفت فيكم. بالتوفيق كابتن عصام، وشكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، مع ختام حصاد الرياضية تحية مني لكم وإلى اللقاء.